بالظبط، هو ده اللي احنا جايين لك عشانه يا عم ظريف. اللي هو ايه؟ ان احنا هنستخدم العربية بتاعتك دي لوجو الراعي الرسمي للدورة الرمضانية كبدة ظريف، وهنلزق بقى يافطة كبدة ظريف فقفى المذيع وقفى المشاهدين وقفى البلكونات دي كلها يا عم ظريف، بحيث ان الناس اللي بتشجع وهم بيقولوا زمارة 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 بس. وبعد التشجيع هيبقوا متلخبطين، ايه ده كبدة ظريف كبدة ظريف، هيتوتروا. البني ادم لما بيتوتر بيحصل له ايه؟ بيجوع. ولما بيجوع بيبقى عايز يروح فين؟ يجيب سندوتش. منين؟ كبدة ظريف، لان مفيش غيرها في الحاره. هييجوا العيال عندك ياخدوا كبدة ظريف، انت هتدي للولد السندوتش عليه اتنين سندوتش هديه. اتنين هديه؟ ايوه. طب انا هستفاد ايه؟ هتستفاد انك انت بتهادي الناس. ايوه هديه يا عم ظريف، احنا ناخد الهديه وهو يشتري الرغيف. حلوه قوي قوي، وهكسب ايه انا بقى؟ هتكسب حب الناس يا عم ظريف. تمام. وفي اللحظه دي ممكن نعمل دليفري. العيال اللي مش قادرين يجي ياخدوا الساندويتش، احنا هنودي لهم الساندويتش لغايه عندهم. قول لي ازاي. ازاي؟ قول لي ازاي. ازاي؟ لا قولوا لي انتوا ازاي، انا بسالكم انتوا. انت اللي بتسال ازاي، مش احنا اللي بنسال ازاي. هنستخدم العربيه دي يا عم ظريف ونحط لها عجل ونركب الواد حبيب عليها ويروح يودي الدليفري ويرجع راجع من الدليفري. طب ايه رايك بقى، انا مش هشترك في الموضوع ده. خلاص يا عم ظريف، انا هخلي العيال بقى يضربوا الكره في ازاز العربيه. مفيش ازاز في العربيه. هنركب ازاز في العربيه بس، وهنخليهم يضربوا الكره في وشك بس. بس ده صاحبك يضرب الكره في وشي؟ احمد بقول لك ايه يا احمد، خد انا عايزك يا احمد. بابا هو استخر ربنا وقال يا رب. يا ولد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت ظريف جميل لطيف؟ ايوه يا فندم، ظريف جميل لطيف عفيف شريف. فين رخصه العربيه دي؟ مسحوبه مني يا فندم. انت جاي تهزر بقى؟ لا يا باشا، انا كنت على كوبري 6 اكتوبر ببيع رصيف اللي في النص عكس الطريق، فقالوا لي ايه ده انت بتبيع عكسي، قاموا ساحبين مني الرخصه. انت واقف مخالف؟ مش مخالف، انا طول عمري في الحاره واقف في الحته دي. طول عمري واقف في الحته دي يا فندم. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا الفونسو بيه. اتفضل يا دكتور. احمد رمزي رشدي اباظة عبد السلام النابلسي، بحبهم الثلاثه. ده انت ظريف قوي بقى. ايوه ظريف لطيف عفيف شريف. ده بالنسبه لمين؟ ده اسمي يا فندم. اسمك انت؟ اه. مين صاحب العربيه دي؟ انا يا باشا. فين رخصه السواقه؟ سواقه ايه؟ ده عربيه كبده. عربيه كبده؟ انا قايل لك يا دكتور عربيه كبده. عربيه كبده. فين رخصه الكبده؟ مفيش حاجه اسمها رخصه الكبده يا فندم. مفيش حاجه اسمها كده؟ مفيش؟ لا مفيش. مفيش. طيب عايز اعرف نوع ومصدر وطعم الكبده اللي انت بتعملها. يا فندم انا بجيب الكبده من السوق. حلو. اجيبها من المجزر. كويس. اغسلها بميه. اقطعها حتت. حلو. ابتدي احطها في الطاسه. احط عليها الزيت. يا سلام. وبعدين احط توم. يا رايق. والبهارات. حلو قوي. وبعدين احط ندعه ميه كده صغيره كده. يا سلام، لو طماطمايه بقى؟ بحط طماطم عليها يا فندم. والبهارات؟ بحطها كل البهارات يا فندم. بتحط ايه في البهارات؟ يا لهوي، كمون وكرويه وكل الحاجات الجميله اللي انت فاهمها. وحبه البركه. وندعه شطه. حبه البركه بقى؟ بالظبط. وحبه ميه. ايوه. عشان ابلع بقى. وبروح حاططها في سندوتشات وحاطط بقى معاها خيار وطماطم. الله، طب ما حلو قوي. واقول للزبون راجل صنايعي. بسم الله ما شاء الله. طيب وهل بتبيع الساندوتش بكام؟ النص ب2 جنيه. النص ب2 جنيه؟ ايوه. امال لو كده بجد بقى؟ ما هي بجد يا سعاده الباشا. هو المفروض نقول ايه دلوقتي؟ شمع لي يا ابني العربيه دي. شمع لي يا ابني العربيه دي. لا يا باشا، ده انا غلبان. بابا الحقني يا ابني. ايه ده، انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. ايه؟ ما اعرفكش. راجل كبير في السن، وقلت اساعده يعني في المنطقه ولا حاجه. طيب المفروض نقول ايه تاني؟ انت نسيت انت كمان؟ خلاص انا هتصرف. في حاجه يا باشا؟ انا عايز اعرف بالظبط انت ليه بتتعامل مع اولاد الحاره بالشكل ده؟ بالعكس، انا بتعامل كويس جدا. مع مين يا فندم؟ لا، احنا جالنا اخباريه الصبح النهارده من ولد هنا في الحاره اسمه
صفارة زمارة زمارة كابتن زمارة. بس بس حبيبي بس ايوه زمارة بتعطلنا دي. ايوه زمارة معاك الولد زمارة ده. الولد ده جانا وقال لنا ان هو هيعمل دورة رمضانية هنا في الحارة. ايوه واستخار ربنا وقال يا رب انا مش عايز حاجة غير ان انا ابسط الولاد اللي في الحارة. مش عايز ليه تبسط الولاد معاه في الحارة؟ ما هو عايزني ابيع سندوتشات واخد العربيه لوجو. شوف بقى قضيتك دي فيها ثغره صغيره. ايه هي الثغره؟ ابوس ايدك. تنفذ كلام الولد ده لانه ولد محترم ولما جانا لقيناه نواه للطيبه والاحترام. ده عايزني اوزع السندوتشات ببلاش. وفيها ايه؟ وفيها ايه لما توزع السندوتشات ببلاش؟ هكسب ايه انا؟ هتكسب ايه؟ مش قال لك واحد عليه اتنين هديه؟ مش قال لك هيعملوا العربيه دي دليفري؟ انت عرفت منين يا باشا؟ الولد حكمنا على كل حاجه. زمارة. ايوه خلاص خلاص. والا والا ايه؟ المفروض ناخد عينه من الكبده. ناخد عينه؟ انا هاخد عينه من الكبده دي. تاخد عينه؟ اخد عينه. ناخد عينه. تاخد عينه معانا؟ ناخد عينه. ناخد عينه خلاص. اعمل لنا 10 سجق و10 كبده. طماطمك بقى ها والتحابيش بتاعتك تحت امركم يا فندم. بلاش الكبده دي. ليه يا حبيبي؟ ما احنا عارفين ان هي كبده الكلاب. قطط. طيب يبقى انا عدي بقى وقت تاني وتكون ماشي سليم وورقك سليم. تحت امرك. الولد زماره ما تزعلوش. حاضر. خلاص؟ حاضر. انه طلع قريب كده. طيب. وقريبه ومش هينفع يزعله. لا خلاص. خلاص؟ يلا. عايز حاجه يا عم ظريف؟ يلا سلام. دلوقتي عاملين ايه؟ انا الحمد لله كويس. يلا الحمد لله. يلا خير. سلام عليكم. المفروض نعمل ايه؟ نمشي؟ يلا نمشي. مع السلامه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده صوت الواد زماره. وده صوت الواد حبيب ابني. لا عاش الفلوسنا عاش الفلوسنا عاش الفلوسنا عاش الفلوسنا عاش الفلوسنا. بس يا دكتور مش عايز صوت حد فيهم. يا اخويا لو ليهم فلوس عندك اديها لهم وغورهم. مش هما كسبوا الماتش؟ مش معنى ان هما كسبوا ان هما ياخدوا فلوس. كفايه عليهم مكسب المعنوي حب الجمهور دعوات الامهات امام الشاشات. لكن فلوس مفيش. ليه كده يا اخو؟ قلبك عليا ولا قلبك عليهم؟ انا قلبي على السجاده اللي اتمرمطت وهم واقفين عليها كده هو بجزامهم المعفنه. انا هتصرف. تعالى يا ابني. هو مين اللي عمل التشكيله دي؟ خد يا واد. انت ابن مين؟ انا حماصه ابن تفيده بتاع الخضار. يا فضحتي. ليه عندي 7 جنيه الاسبوع اللي فات. اطلع برا يا برا. افندم. فيه يا كابتن؟ احنا كسبنا الماتش زي ما انت عايز وكمان 5-0. ما هو الخمسه صفر بتوعك دول هم اللي خسروني الفرقه الثانيه. خلوا الشباب لاخد التوكيلات اللي كانوا عاملينها لي. يا كوتش احنا اللي يهمنا نكسب الماتش ناخد منك فلوسنا. على فكره يا واد انت انا اكاد اجزم ان انت مش لابس فانيلا من تحت. ليه يا كابتن؟ عشان دي مش روح الفانيلا. برف. اتسرعت يا عمرو. دمه داخله معايا جمعيه ب 10 جنيه. رجعهم؟ لا في داهيه. وانت؟ يا كابتن احنا عايزين فلوسنا. الله الله يستر على ولايانا. فريق الكره النسائيه. طبعا. بره. ايه يا عمرو ما تقساش على الواد ده ابن ناس وبعدين ده تربيه انجلش سكول وامه ادمن معايا في الجروب. احنا مش هنخلص من العيال دي اصلا. بقول لك ايه يعني بالراحه عليهم كده سايسهم لحسن ياكلونا. ده ادفع عيل فيهم مقاس رجله 46. تفتكري؟ اه. لا اتصرف. ايه؟ اسم الله يا اخويا. دي مش لازم تجودي. معلش. في ايه يا رجاله؟ في ايه يا رجاله؟ حصل ايه يعني؟ احنا جايين هتخسرنا بعض يعني. بص لقدام. تخيل نفسك في العالمية. اصرف. ما تبخلش على نفسك. ما توفرش. قول ورايا. ما توفرش وادفع 100 علشان توصل للعالمية. 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 ايوه ما توفرش وادفع 100 عشان توصل للعالمية.
طيبين، يعود عليكم الايام بالخير والصحه والسعاده بكره رمضان. ولا حموكشة يا عيون حموكشة، مشاريب السحور اللي لادع على حسابي. متشكرين يا ولع، كل سنه وانت طيب. بس اعملوا حسابكم من بكره المشاريب بعد الفطار هتبقى دوبل، يعني واحد باتنين زي ما قال الراجل ده. ايا بايا قرب اشتي وجايه قرب بضاعه خيموش والمعلم حقيقه حريقه اتنين وينوس وتعالى بص اتنين وبس والبس بس ايا بايا عجبتك الحته دي يا نسا؟ يا عم انت بتقيس ايه؟ انت مالكش مقاس عندنا، قاس نمشي من هنا. بقول لك يا ست الكل، خدي ده لاخوكي وسلميلي عليه، قولي له النجمه حقيقه بعته لك، ماشي؟ أهل حياتنا لازم يتيوقوا طبعا. ده ما عجبهاش. الله، سينا بعد ما اتعلقت في الحارة يا بص بقت عاملة ازاي، بقت تحفة. لا الحياة بتاعتها بقى شكلها زي العسل. كل سنة وانت طيب يا صاحبي. وانت طيب يا صاحبي، شهر رمضان ده شهر كريم كله خير وبركات. شهر رمضان بك يا خيبوش. طب أقول لك سي، رمضان ده الشياطين فيه بتبقى أجازة غير متاح، علشان كده مش هننفع نعمل فيه اي مصلحه ولا اي شقاوة. لا 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 لا، مالك يا صاحبي زعلان ليه؟ ده حتى شهر رمضان ده شهر الخير وشهر الحب وشهر جميل قوي يا خيبوش، ده كله خير وبركات. فيها حريقه. ايه يا خيبوش؟ انت ليه حريقه محسسني ان انا قتال قتله؟ انا هلاقيها من قله الشغل ولا قله الفلوس ولا الفقر اللي احنا عايشين فيه ده؟ الله عليك يا نجم، عجبتك يا الله عليك يا خيبوش، ايه الحلاوه دي؟ الله عليك، بتفكرني بالمعلم فياويله بتاع مسلسل مال وبنون يا خيبوش. طب ما انت بتاعي بتمثل اهو، امال عاملين فيها حرامي ليه من اول الليله دي؟ طب انا اقول لك بقى على فكره بمليون جنيه يا خيبوش. ما بلاش انت. طب اسمع مني وارمي بحر. اشتريت. حلو الكلام، احنا بقى نعمل خطه جديده خالص من نوعها في شغلنا، يعني نجيب طيابيزه كده ونجيب شوية مية بسكر على شوية أي أيوانات مضيوبة، نرمي بقى الهدوم الزباية دي في أي حاجة معفنة، ونبقى بقى بتوع عصير بقى قد الدنيا، نعمل بقى سوبيا وخيوب وعيق سوس و أنا؟ إيه؟ أنا أشتغل بتاع كنافة وقطايف يا رصوص وخروب؟ وعيق سوس وخيوب ماله؟ ده العيق سوس مطلوب جدا في رمضان. طب تعرفنيش ياد ولا إيه؟ عايفك خيبوش صاحبي من 20 سنة، إيه؟ يعني تاريخ، ليا تاريخي برضه، أروح أشتغل في الخروب والقطايف. طيب تاهت وقيناها يا عم الاجيام في مصر، صينيه كبيره وناخدها تيميعه صغننه ونعملها بس ياض، بس قطايف وكنافه. اصبر ياض، هنشتغل في الشقاوه برضه. يعني ايه هنشتغل في الشقاوه؟ يعني هنجيب بومب وصواريخ. هنجيب ايه؟ بومب وصواريخ. بومب وصواريخ، هي فيك يا بايظ. يا اهل حاره الرمس الكرام، كل سنه واحنا طيبين، بكره ان شاء الله اول ايام عيد الفطر المبارك. قصدك اول رمضان؟ انا اسف، معلش اتلخبطت سامحوني. بكره ان شاء الله اول ايام رمضان المبارك. لسه دار الافتاء ما قالتش، بس انا حاسس ان شاء الله انه بكره. مش بمزاجك يا ابن امبابه، هو انت معانا ولا علينا؟ خلاص يا سيدي، هو بعد بكره ما فرقتش، وفي كل الاحوال عايزين نعلق زينه جميله جميله لطيفه جميله لطيفه لذيذه جميله لطيفه لذيذه جميله، ننافس كل مناطق الحته الثانيه ونبرز كل مناطق الحته الثانيه. يا ام ظريف، يا ام محمد، يا ام علاء، يا ام ياسين. يا ام ظريف، يا ام محمد، يا ام علاء، يا ام ياسين. يا ام محمد قولي لمحمد، يا ام سمير قولي لسمير. يا ام محمد قولي لمحمد، يا ام سمير قولي لسمير. واللي عايز يشترك معانا يدفع كام يا عسليه؟ 20 جنيه. معلش عسلية اتلخبط فيها، قصده 70 جنيه. معلش احنا اسفين، قصده 25 جنيه.
لان 70 جنيه كتير قوي طبعا، واحنا مش عايزين نخدع حد لان داخلين على رمضان. وانيالك يا فاعل الخير والثواب، وفي تبرع كده علشان الغلابة، حرام علينا نتم بالغلابة. والله لسه بدري بدري يا شهر السيار. دي بتاعت اخر يوم رمضان دي. معلش احنا ناسين، معلش بقى متلخبطين، علشان يومين او يوم وهنبقى صايمين، وعلشان كده هنعدل الاغنية. يلا تمي البدري بدري والايام بتجري. والله بس هي نفس الاغنية. امال احنا هنقول ايه؟ اه صحيح، رمضان جانا وفرحنا له. ايه دي بتاعت العيال كبرت؟ بقول لك ايه، خدي بقى انت ربط الحبل ده عندي. لا ما تدفعش فلوس. ما تدفعش ليه يا حبيبي؟ بقول لها اقصد ما تدفعش تاني. ما تدفعش ليه تاني يا ابني بتاع الكبده؟ يا زمره اطلع معايا، دي حلوه قوي. حلوه ايه؟ طب وحد امك هتسيبك ولا ايه؟ بس 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 خلاص يا سلام، خلاص خلاص. ايه ده بقى؟ ايه ليه يا ابني بتاع الكبده؟ يلا عشان الناس. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. ايه 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 يمين شوية 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 يا ابني، ما قلنا يمين الأحوال ما تسمعش. يا ابني هو ايه اللي يمين شوية شمال شوية؟ هو احنا بنركن الفانوس ولا بنعلاه؟ يلا روح قول للمعلم ولع يحط الفيش. يا معلمي حط فيش الفانوس عشان نشغله. ايه يا ولع اشتغل. يا انا بتفهم من حالي هون، اتقلينا هون، اتقلينا ننا تحت حنينا. ايه الفانوس اشتغل؟ كل سنة وانتوا طيبين يا أهل الحارة، يا أهل الحارة كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا بصحة وزرافة. عمكم ظريف بيقول لكم تعالوا كبدة عمكم ظريف كلوها. يا اخوانا السحور في رمضان السنة دي بدل الكبدة فول، وبدل الفول كبدة. لا كبدة وفول ايه؟ السنة دي هنتسحر كبدة، واللي عايز يقول يقول كبدة بالخيار والفلفل. كل سنة وانتم طيبين يا أهل الحارة. مساء الخير يا بابا. مئة مرة قلت لك ما تقوليش بابا، قول لي يابا. كل سنة وانت طيب يا عم ظريف يا بابا. برضو وانت بالصحة والسلام. سلامات سلامات سلامات. ما كنت معاك في البيت خير؟ نعم. ما انا مش عايز اعكنن عليك في البيت زي ماما ظريفة، قلت ادي اعكنن عليك هنا. ماما ظريفة عكننت عليها وراحت لتيتا لطيفة، عايز مني ايه؟ انا على عربية الكبدة، عايز ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي موسيقى يا بابا، دي موسيقى، الهدف معنوي مش مادي. يا سيدي الهدف مادي معنوي، قول لي ايه الهدف عشان اخلص منك. احنا قررنا اننا ننور الحارة. تنور الحارة؟ الهي ربنا يولع فيكم. لا مش نولع في الحارة، احنا قررنا اننا نقلب كل بيت، ناخد من كل بيت 20 جنيه ومن كل عربية كبدة وعربية فول 50 جنيه. 50 جنيه ايه؟ انا ما استفتحتش من الصبح، هما 2 جنيه. جنيه من عمرو مندو خد نص شقة، وجنيه من بلال صبري خدته بالعافية، ما بيدوناش فلوس. خدتهم عملتهم حرز، يمكن ربنا يكرمنا. ايه ده؟ دي موسيقى غذاء الروح. لا مش الموسيقى اللي غذاء الروح، غذاء الروح سندوتشات الكبده اللي بقالها شهر. دول سندوتشين هم بقالهم شهر ونص وهتاكلهم. اتفضل. بس كفايه، حرام. ايه النهايه المأساوية دي؟ الواد ده ماله؟ انكل ظريف مساء الخير. اهلا مساء النور يا زلطة. خير والله. هما بيقولوا ان حضرتك ظريف. هو حضرتك ظريف بجد ولا هما بيقولوا كده وخلاص؟ تعال اقول لك على حاجه، سر بيني وبينك، هي ناقصاك يا اخي ناقصاك.